جارة وانتي جارة، حتى لو جنب العمارة أو حتى شقيت الظروف هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه، في مشاريب وحوادت كتيرة، في خناقات وحوارات كبيرة، في أحداث تشيب وفي ناس تعيب، وفي كل يوم ناس على ترابيز بيحاسبوا على مشاريبهم فيزا. في اللي حب ولا طلشي، في اللي خان ولا قالشي، في اللي عامل نفسه منفوش وهو حتى الريش مفيهوش. لو انت جارة وانت جارة، حتى لو جنب العمارة أو حتى شقيت الظروف هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه. نوايا قريبة ناس سالكة ودغري وداخلة القلب طيارة، وفي نوايا مخبية جواها غل بتهري ونشوفها ندي صفارة. في رجالة لبعضها ورجالة مش على بعضها، وبعضها مش ناوي يجيبها البر والبر حالف يزقها. لو انت جارة وانت جارة، حتى لو جنب العمارة أو حتى شقيت الظروف هتلاقي عندي كافيه عالروف. ده مش أي كافيه، ده روف كافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيراني الأعزاء، اتحاد ملاك العمارة، معاكم همام البواب. بس حاليا يعني أنا مش بواب، أنا بقيت مالك زيكم. اشتريت إن شاء الله الروف من صاحب العمارة، والنهاردة بداية التشغيل بإذن الله. روف كافيه يعني أي حد عنده أي حاجة، عنده طهور، عنده عيد ميلاد، عنده خطوبة، عنده أي حاجة، أنا جاهز من مجاميعه. المكان هنا شرح وبرح ويستعمل حبايب ألف. إلى اللقاء يا أجمل وأحن نيبرز وأجدع نيبرز في الدنيا. شكرا لكم، همام يحييكم. مفيش حد جه ليه؟ يا ولاء يا ولاء 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 ولاء، عايز ايه؟ في ايه؟ مش شايفه شغلك ليه ولا في ايه؟ شغل؟ شغل ايه؟ هو في حد مرزي هنا غيرك؟ لا. شفت؟ يا ستي يعني ما احاول يعني اعمل فيها صاحب كافيه وبتاع، مش لازم اشد الدنيا كده، وبعدين ان شاء الله ما تلحقيش من كتر الشغل قدام، تقعد تقولي لي انا عايزه واحد معايا، عايز اتنين معايا، عايز تلاته معايا، ان شاء الله قول يا رب. يا رب. بقول لك ايه، انا زهقت منك ومن شكلك ومش طايقه، اطلع غور فوق عند حمام. يلا سمعت اللي قلته ولا لا؟ الشقه اللي وراه ده انا هروح اعمل لك محضر ابن فجره دلوقتي. الاول حسيني يا حسيني يا حسين، يا اغلى عندي من تحسين. حسيني يا حسيني يا حسين، يا اغلى عندي من تحسين. حسيني يا حسيني يا حسين، يا اغلى عندي من تحسين. يا كل حياتي واغلى وقاتي. تشرب ايه؟ تشرب ايه؟ ولا تاكل فراخ بانيه؟ تشرب ايه؟ تشرب ايه؟ ولا تاكل فراخ بانيه؟ رد يا سحسو يا ابن الايه، رد يا سحسو يا ابن الايه، رد يا سحسو يا ابن الايه. ايه؟ هاتلي ليمون يا ولاء، عايز ليمون. وعندك احلى كوبايه ليمون مشبره الاستاذ حسين. هو احنا في قهوه بس؟ بص لي ليه، هو احنا في قهوه؟ احنا في قهوه ولا في كافيه؟ مش عامل كل دفع الفلوس دي كلها وفي الاخر تقول لي عندك احلى؟ باعت على الجروب، انا جاي باعت على الجروب ده روف كافيه، ما ينفعش اقول لك ده. لو ليه؟ قولي له بون ابيتيت، قولي له فضل يا فندم حالا يا مسيه. فندم مين؟ وتيت ايه؟ ده المدام بتاعته لسه كرشه. ما خلاص يا ولاء، انت لازم تجيبي مش الحقيقه. طيب ما الحقيقه، بس الحقيقه مره ما بنقول. مش بالك
ما بنقولهاش كده. هاتي لي ليمون، هاتي لي ليمون، ما تقعدوش تتخانقوا، هاتي لي ليمون يا ولا. حاضر. هاتي لي ليمون يا ولا، الراجل غلبان لسه مضروب زي بعض. هاتي لي ليمون يا ولا. ماشي. بقول لك يا استاذ حسين، يعني انا مش بتطفل ولا حاجه، يعني مش بتدخل في امورك ولا حاجه، بس يعني فضفضل قول لي، يعني احنا رجاله زي بعض ولا لا؟ احنا مش زي بعض يعني. قصدك ايه يا همام؟ مش مستعج يعني ولا بتاع، يعني ربنا يستر على ولاد. لا بقول لك ايه، انا علميا راجل وراجل قوي كمان، انا عندي شنب ودق، انا مش املس، ما تتلخبطش فيا يعني. انا بس مشكلتي ان انا طيب وبخاف عليها. منها؟ بتخاف منها يا عم؟ ركز في ان انا طيب. ما بقول لك طيب بصراحه، بحبها همام، بحبها. اعمل ايه؟ طب ما تقول لي سبب المشكله يعني، في ايه اللي حصل؟ المشكله كلها يا سيدي ان انا بدي، انا مدرس ما انت عارف، ما انا عارف، بدي الحصص والدروس الخصوصيه جوه الشقه، المدام مش عاجبها. يعني انت بتدي مجاميع وبتاع وعيال في ما برضك ما يصحش يعني في البيت تدي الحاجات دي. ليه يعني يا سيدي؟ يعني فرض المدام رايحه ولا جايه، يعني حد يشوف حاجه جديده يعني، مش كده ما تروح وتيجي عادي براحتها. انا ما انا مش واخد الشقه كلها، ده هي مقعداني في ركن قد كده، هو قد الحق يا جدع. انت فرض حد رايح الحمام والجو حر حبتين والمدام قاعده براحتها، يعني تشوف حاجه جديده ولا دي مش حلوه؟ وهي المدام يوم ما تيجي تقعد براحتها، تقعد براحتها جوه الحمام في الحر. يا انت بتقول كلام مش مفهوم بصراحه يا همام. يا اخو الشنب ده تحجنه ولا لزقه ولا ده ايه؟ لا لا طبيعي. فين النخوه؟ تستسترون. تستسترون ايه بس وبتاع ايه؟ ما انت انت عايز تمسك لي في اي حاجه، سبتني من الدروس مسكتني في الشنب، مالك يا همام؟ يا همام انا تعبان، تعبان يا همام، تعبان يا اخي. طب قول لي يعني، اصل بصراحه يعني خناقاتكم يعني مع بعضيه، يعني في خناقات دي يعني بتتخانقوا كتير برضك يعني؟ هو صوتنا بيبقى عالي في الخناقات حق الله؟ اه صوتك انت لا، لكن صوت المدام بيلعلع. اه بس ترب تقرب هاي السلام، وهي بتجيب يعني الجماعة في البيت بأسوأ الألفاظ يعني. لا 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 لا، ما بتجيبش سيرة الجماعة، انت كده بتسمع غلط. احنا من اول يوم في العلاقة متفقين شتيمة اب وام لا. ما بتشتمها؟ ما احنا متفقين على كده. اب وام لا، انت عادي؟ انا عادي، مش مشكلة، ما فيش مشاكل. ايوه العلاقة يعني، اذا كان بيقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، تخيل الشتيمة بقى. يا سلام، ممكن تبقى كاجو حلوة حاجة كده يعني. حلوة. لطيفة يعني، بحبها بحبها بصراحة. المهم قول، انا دلوقتي ما عدتش هدي حصص تاني في البيت، كرشتني خالص. فانا دلوقتي عندي حصه، فهستاذنك هدي الدرس هنا، حصه واحده هديها هنا. يا باشا المكان كله تحت امرك. بص يا استاذ حسين، ركز معايا في اللي هقوله. انا معاك. كتر خيرك يا ولاء، كتر خيرك كده وهدي اعصابك لحسن. انت حالتك تصعب على الكفر وصعبت عليا والله. الله يخليك والله، الله يكون في عونك. حسيتي بيا؟ انت متجوز واحده حربايه. هو كله عارف ان هي يا باشا المدام سمعتها سبقاها. امال انا ليه؟ انا مش واخد بالي، انا مش لا. فاهم لا. هو ليه الليمون اخضر؟ مش كان اصفر زمان؟ لا الليمون هو من بره اصفر، لكن العصير من جوه بتاعه زي البطيخ، من بره اخضر. فريش ماشي، فريش عليه لحسه عليه، مش هيفرق معاك اللحظة. انا موافق، بس هاخد على الراس تمام 30%. ليه يعني؟ ايه هتاخد على الراس 30%؟ ولا قولي 50% على الراس. على الراس؟ على الراس ده كده عامل معاك واجب. طب ولو راس ودقن بتاخد قد ايه؟ 70%. بس انت كده هتبقى بتستغلني. ايوه دي حقيقة، انا بستغل الموقف. مادام صريح معايا خد اللي انت عاوزه. ماشي، ابقى دخل لي العيال، هو انت هتلاقيهم جايين، فابقى دخلهم لي. بس بقول لك ايه، بداية كده لو حاجة اتكسرت في المكان بسبب العيال انت اللي هتشيلها. همام، هل الهدوء اللي انا فيه ده يحيلك بان انا بختار اطفال شقية؟ العيال اللي جاية دي عيال نسمة. نسمة اسمك ايه؟ اسمي زين. زين زين يا زين، فلوس عدي. تعالي تعالي، ايه جسحة وماشية؟ في ايه؟ اسمك ايه؟ علا. علا، فلوس دول 100. ازاي؟ انا عداهم من ورا ماما، كانوا 200، يبقى في 100 وقعت. انا ماما لو عرفت هتبهدلني. خلاص يا همام، حرام عليك، لو ما عرفت هتمسكها تبهدلها. انسانية، خلي عندك رحمة. عدي.
انا اسمي ادم. وانا سالتك قلت لك اسمك ايه؟ وانت كده كده هتسالني وتاخد مني الفلوس وتعديني. ماشي يا ليمت، فين الفلوس؟ لو قلت لك معيش يعني هتعمل ايه؟ مش هتعدي، شخلل عشان تعدي. بص يا عمو، انا مش بقولك الكلام ده عشان اخنصر الفلوس ولا عشان اطبق عليها، ولا انا بقولك الكلام ده عشان اصعب عليك، بس انا عندي ظروف في البيت. ما كل الناس عندها ظروف، ولا كل حد هيجي قدامي يقول لي عندي ظروف؟ عندي ظروف، كل الناس عندها ظروف يا حبيبي. ايوه بس انا ظروفي مش زي الناس، انت برضو مامتك وباباك في خناق كل يوم ومشاكل، انت برضو مش عارف مين اللي بيصرف عليك وتتحايل على ده شوية وتتحايل على دي شوية، انت برضو نفسك تطلع دكتور وتتعلم علم ينفعك وتفيد بيه الناس ومش عارف. فعلا كل الناس عندها ظروف، بس مش ظروفي. راجل غلبان بس اهطل. الأبيض طاقل سب اللي دمرني. ها نبدا الحصه ولا ايه يا ولاد؟ يلا يا مستر. طيب النهارده هناخد درس مهم قوي، التكاثر في النباتات. ادي يا مستر، ادي يا جدي. ايه ادي دي يالا انت؟ ادي يا مستر المعلومه. هو حد قال حاجه؟ ماشي ادي المعلومه. ماشي. طيب ما تردش عليا كده اهو. انت بقول لك ايه يا ادم، انت بالذات انا مش عاوز اسمع منك اي تعليق على حاجه، عشان انت عارف انا هعمل معاك ايه. والله العظيم والله العظيم ايه؟ ازعل ازعل منك، وانت عارف انا لما بزعل بعمل ايه يا ادم؟ بتعيط. هو انا بزق قوي كده يا جماعه؟ ايوه. وانا بزق قوي كده؟ وادي التوهو، اسكتوا مش عايز اسمع صوت. الله يسترك يا ولاء، كتر خيرك. لو حد ضايقك قولي. حاضر ماشي، شكرا يا ولاء. انا بعاوز واحده زيك في البيت عشان خاطر المدام. بس يا ابني انت وهو تمام بعيط. ها هيا علا بعيط. طيب النهارده هناخد التكاثر الجنسي في النباتات. فاهمين التكاثر ده؟ حد قراه فيكم؟ التكاثر الجنسي؟ في النباتات؟ اقنعني. يعني ايه اقنعك؟ لا بص بقى، عشان ده موضوع كبير. اقنعني. بص يا سيدي، التكاثر الجنسي في النباتات يحدث في النباتات المزهره والتي تحتوي على بذر. اي نبات او اي حاجه جواها بذور دي بتتكاثر تكاثر جنسي. ايه ده؟ هو اي كلام وخلاص؟ يعني الكوكا زي القوطه، والبسله زي الفاصوليا، والبطيخ زي الشماه، زي الكنتالوب زي الاناناس، زي القمح. هو انا قاعد مع تجار خضار وفاكهه؟ بقول لك ايه، انا مش هدي الدرس ده، وبقروا لحالكم كده اهو. تمام، مش الاستاذ اداهولكم في المدرسه؟ مش قصتي. احنا هناخد النهارده ايه؟ حصه عربي. احلى حاجه، بلاش الكلام ده. تمام، هناخد بقى قصه مغامرات في اعماق البحار. لا انت شكلك مصر بقى. في ايه يا ابني؟ مالك في ايه؟ مالها مغامرات في اعماق البحار؟ يعني يا مستر قاعد تقول لنا علوم وعربي وانت مدرس انجليزي. اخ فاتتك صح؟ سوها عليا وهي صح. اختراع جديد. يبقى ناخد انجليزي. صح؟ يلا. صح؟ يلا. ده مدرس انجليزي يبقى ناخد انجليزي. صح؟ يلا يلا. انجز؟ اه. وقتك من ذهب يعني؟ وراكي ايه يا اختي؟ ماشي، مش طايقاني ليه؟ مش عارف. ما بتحبنيش البت دي، سودة من جوه. كبلت. اقول لك حاجة يا مستر؟ بلاش أي حاجة النهاردة، يلا روح. خلاص؟ مش قادرين يعني؟ نروح ونيجي بكرة فريش. صح؟ صح كده؟ بلاش حاجة النهاردة، شكل دماغك كده مش كويس. ايه؟ شعري منكوش؟ ده مأثر على الشرح؟ وجدانيا بيتعبني. مش قادر تركز في المعلومة. خلاص اتكلوا على الله وتعالوا بكرة بقى الحصة اللي بعدها. واحنا عايزين فلوس. ذا ماني. كمان هتاخدوا خلاص. احنا عايزين فلوسنا وقتي. خلاص يا عم البلطجي خلاص. ولا احنا عايزين فلوسنا، احنا اهلنا مش حرامية يا استاذ. ايوه هو احنا اخدنا حاجة. في ايه يا بنت انت بتعمليه كده ليه؟ ولا هتقبل على نفسك مال حرام ما اشتغلتش؟ يا ابني اهدى يا حبيبي، هديك الفلوس حقك. انا نفسك معايا فلوس وهديها لك. خلاص يا لبط منك ليه ليها، امسك 200. انا دفعت 300 على فكرة. لا ما دفعتش 300، دفعت 200 الحصة ب 200 ودفعت 200، امسك 200. خلاص يا ولية انت ايه ده؟ انت كيادة يا بت من صغرك. امسك. يا لهوي على نضارتك، تكبر معاكي دي؟ ايوه. خلاص مش خدتوا الفلوس، عاوزين ايه؟ انت هتاخدوا الفلوس والحصة؟ نمشي. قوم اتكل على الله روح بيت. يا ساتر اليوم بايظ من اوله. وعليكم السلام يا اختي. ايه النضارة دي شايلها ازاي؟
انا اليوم اللي المدام بتضربني فيه ده ما بيبقاش ماشي حلو، انا برضو لما بزعلها رزقي بيقل. ايه يا مستر حسين، ايه انت قلبت العيال في 5 دقايق؟ ايه دي؟ ايه ولا قلبت ولا حاجه يا عم، العيال مشوا قالوا لي مش عارفين نركز من شعرك، لما تسرح نبقى نيجي الحصه. يعني لهفت الفلوس في 5 دقايق ومشوا كمان ما تعبتش؟ ولا لهفت الفلوس ولا حاجه، رجعت لكل واحد 200 جنيه. ده في واحد ما دفعش وفي واحد دفعت 100 جنيه، اعملهم ايه يعني دي؟ يعني ايه الكلام؟ يعني انت ما خدتش منهم 600 جنيه؟ ليه؟ ما خدت كام؟ خد 300. لا بص حاسبني بقى على الحساب كله بالحاجات، يبقى انت وريني خدت منهم قد ايه؟ لا دي فلوسي وانا حطيت الفلوس على بعضيها. طيب انت خدت منهم كام؟ 300. طيب هات عشان مش معايا فكره، خد 50 وهات 1000. خد 1000. ماشي حلو. طب خد 100 كده، انت قلت نسبه 70%. يبقى خد 50 بقى وهات 800 كده. خد 800. خد 200. هات 200. هات 800. خد 800. حساب القهوه وال ايوه انا كده ليه؟ الليمون ليك 40 جنيه. 40 جنيه على 1000. 5. 5 جهاز تربيع. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده الميس وماس. هات 200 وخد 100. هات 600. خد 50 وهات 430. هات 400. خد 400. خد 50. هات 50 وهات 1000. خد 1000. عايز تضحك عليا ولا ايه؟ خد 100 كده. خد 200. ماشي بالظبط كده. هات 50. خد 10 وهات 1000. انت عايز كام؟ انا دلوقتي عاوز منك 400 جنيه. معاك فكه؟ فخد 50 وهات 430. طيب ده خمسه هتحط طابعنا، هتحط الخمسه في دماغنا. يبقى انت فين بقى الباقي؟ انت ناصح حيادي يا همام نصاحه، دايما تغلبني في الحساب. انا كده ليه عندك 50 جنيه بس خلاص بقى عشان خاطر القهوه والليمون والحاجات. ماشي؟ ماشي. يبقى ابعت لي ولاء بقى عشان خاطر انا المدام هتضرب. ماشي. عايزتك على ايه؟ ده لا مخي دفتر ولا حاسبه. مضحك على ايه؟ والله العظيم. لو انت جارة او انت جارة، حتى لو جنب العمارة او حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه، في مشاريب وحوادت كتيرة، في خناقات وحوارات كبيرة، في احداث تشيب وفي ناس تعيب، وفي كل يوم ناس على ترابيزة بيحاسبوا على مشاربهم فيزا. في اللي حب ولا طلشي، في اللي خان ولا قالشي، في اللي عامل نفسه منفوش وهو حتى الريش مفيهوش. لو انت جارة او انت جارة، حتى لو جنب العمارة او حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. بس ده كافيه ما تقولش لعدوك عليه. نوايا قريبة ناس سالكة ودغري وداخلة القلب طيارة، وفي نوايا مخبية جواها غل بتهري ونشوفها ندي صفارة. في رجالة لبعضها ورجالة مش على بعضها، وبعضها مش ناوي يجيبها البر والبر حالف يزقها. لو انت جارة او انت جارة، حتى لو جنب العمارة او حتى شقيت الظروف، هتلاقي عندي كافيه عالروف. ده مش اي كافيه، ده روف كافيه.